بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع هذا الكتاب الذي نسيناه بعد الوقت. إذن عندنا في هذا العنوان كما نلاحظ lire et s'exercer comme d'habitude. إذن عندنا قراءة وتمرن كالعادة. في هذه الفقرة سنرى I أن تنطق بنفس الطريقة كما نلاحظ تماما كما في كلمة I. هد I هي أصلا كلمة تعني التوم I كما عندنا هنا، أو كما في كلمة باي أو كما في كلمة باي. باي تعني التبن. prenons tout d'abord le premier paragraphe. نأخذ أولا الفقرة الأولى. j'observe et je lis أنا ألاحظ وأنا أقرأ. كما ذكرنا فيما سبق بأن le verbe observer هذا فعل لحظة. أقول j'observe, tu observes, il observe, nous observons, نحن نلاحظ, vous observez, أنتم تلاحظون, ils observent, هم يلاحظون. طبعا في الماضي مثلا في الباسي كومبوزي نقول j'ai observé, أنا لاحظت. tu as observé. هاد observé تتبقى تردد. إذن j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. إذن طبعا ذكرنا هاد الفعل فيما سبق اللي هو لو فيرب avoir. طبعا رأيناه فيما سبق ورأينا صرفه مع البريزون. طبعا فيما نبغي نصرفه شي فعل في الباسي كومبوزي طبعا يكون يتصرف مع avoir، وأغلب الأفعال أنها تصرف مع avoir. أغلب أفعال الفرنسية أنها تصرف مع avoir في لي طون كومبوزي، يعني في الأزمنة المركبة. الأزمنة المركبة هي اللي تحتاج بحال هذا المساعد لوكسيليغ افواغ، هو راه فعل ولكن ملي تيكون بوحدو. أقول مثلا جي أن ستيلو، طبعا ملي تيكون بوحدو أنه تيفيد الملكية. جي أن ستيلو، أنا عندي قلم. لكن عندما نريد أن نصرف فعلا آخر في الباسي كومبوزي مثلا في البلوس كو بارفي او في ازمنه مركبه اخرى طبعا تحتاج فيها المساعد كما عندنا هنا، اذا في الباسي كومبوزي مثلا غيولي هو فقط مساعد. اذا نقول جي، في العوض اللي غنقول بدل ان اقول جي ان ستيلو، عندي قلم، اذا ساصرف معه فعلا اخر. اقول جي اوبسيرفي انا لاحظت. ثم تيا، بدل ان اقول تيا ان ستيلو، انت عندك قلم او انت عندك قلم، اقول تيا اوبسيرفي انت لاحظت. فقط نحط الفعل مكان هذا الاسم اللي هو مملوك. اذا مثلا ال ا ان ستيلو، هو عنده قلم، اعوض هذه كلمه ستيلو ب لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه في الباسي كومبوزي. اقول il a observé، هو لاحظ. وهكذا nous avons observé، نحن لاحظنا. vous avez observé، انتم لاحظتم. ils ont observé، هم لاحظوا. هنا ما عندناش الباسي كومبوزي كما قلنا الان. j'ai observé، tu as observé، il a observé، nous avons observé، vous avez observé، ils ont observé. هذا الماضي. لكن الذي عندنا هنا عندنا الفعل وحده، عندنا الفعل لوحده. j'observe انا الاحظ. اذا كما قلنا قبل قليل j'observe، tu observes، لا اقول tu as observé، اقول tu observes، هذا لو بريزون. ثم لا اقول il a observé، هذا الماضي. لكن الذي عندنا هنا il observe، هو يلاحظ. لا اقول مثلا nous avons observé، نحن لاحظنا في الماضي. لا، مثلا عندنا هنا في المضارع نقول nous observons. ثم vous observez، ils observent. إذا نعود للفقرة الأولى. j'observe et je lis، أنا ألاحظ وأنا أقرأ. طبعا عندنا هنا أيضا le verbe lire. je lis، tu lis، il lit. nous lisons. vous lisez، ils lisent. إذن هم يقرؤون.
طبعا نتكلم عن الحاضر، نتكلم عن الحاضر. نقرأ الكلمة الأولى انيبوفونتاي، انيبوفونتاي. طبعا كلمة ايبوفونتاي المقصود بها تلك العلامة التي يضعها الفلاح من أجل إخافة الطيور، من أجل إخافة الطيور. إذن ممكن أنك تشكله على شكل إنسان أو على شكل حيوان إلى غير ذلك، غالبا أن تستعمل على شكل إنسان حتى تخشى الطيور هذا المجسم. إذا نسميها النيبوفونتاي، النيبوفونتاي. طبعا كلمة إيبوفونتاي كما نلاحظ، كما نلوفيون لومو إيبوفونتاي، لومو إيبوفونتاي كومبرون أي. إذا كلمة إيبوفونتاي أنها تتضمن أي. أبخي أونا دي غاي، أبخي أونا دي غاي. دو لا ميم فاسون كما نلوفيون لومو غاي كومبرون أوسي أي. إذن كلمة غاي تتضمن أيضا أي. إذن نقول دي غاي، دي غاي. المقصود بها هنا قضباني السكة الحديدية، المقصود بها هنا قضباني السكة الحديدية، قضباني السكة الحديدية. إذن نقول لي غاي. ثم عندنا أبخي هنا لومو بيطاي، لو بيطاي، لو بيطاي. دو لا ميم فاسون أوسي لومو بيطاي كومبخون أي. طبعا عندما نتكلم عن لو بيطاي، كلمة بيطاي تعني الماشية أو المواشي. ثم عندنا أنيفونتاي، أنيفونتاي. كما نلوفيون دو لا ميم فاسون لومو إيفونتاي كومبخون أي. طبعا كلمة إيفونتاي كما نلاحظ أنها تستعمل للتهوية، تستعمل للتهوية. إذن تسمى إيفونتاي. كما نقول مروحة. نبخونو لو دوزيام باراغراف. جولي لي مو كلاسي دون لو تابلو، جولي لي مو كلاسي دون لو تابلو. انا اقرا الكلمات المرتبه في الجدول. كوم نو فويون اون سو تابلو. اذا عندنا هاد الجدول كي كومبرون دي مو سوا افيك اي، سوا افيك اي. اذا الذي يتضمن كلمات يا اما بهاد اي او بهاد اي. نبخونو لو برومي فولي كوم نو فويون ا غوش اون لو كوراي، لو كوراي، لو كوراي. المقصود بها المرجان. ثم عندنا ليماي. طبعا كلمة إيماي ممكن أن تعني دهن شفاف أو غير شفاف، أو نتكلم أحيانا عن مادة صلبة تغطي الأسنان تسمى ليماي. ثم عندنا لو ترافاي، لو ترافاي. تأتي من فعل ترافايي يعني عاملة، لو ترافاي العمل. أيضا كلمة لو ديطاي عندها علاقة بالفعل ديطاي، يعني أنك تجزئ. مثلا نقول فونت اون ديطاي، البيع بالتقسيط، البيع بالتجزئة. إذا ديطاي أنك تجزئ، أنك تقسم. ثم عندنا لو بورتاي، لو بورتاي. طبعا رأينا هذه الكلمة فيما سبق. إذا نتكلم عن باب كبير، لا بورت الباب، لو بورتاي الباب الكبير. ثم عندنا لو سوبيراي، لو سوبيراي. ثم لو سوبيراي، لو سوبيراي. كنا نتكلم عن نافذة الضوء، اوفرتور بور اكليري. اذا نتكلم عن فتحة للضوء او للاضاءة، بور اكليري من اجل الاضاءة. كما تلاحظوا بان في كلمة سوبيراي كما نقول تأواها بوسي دي سوبير، كما نقول انك تدفع بزفرات. ممكن ان تعني ايضا ديزيري اردومون، أنك تحن إلى شيء ما، أنك ترغب في شيء ما. الذي يهمنا هنا كلمة لو سوبيراي، المقصود بها نافذة للإضاءة. نبخونو لو دوزيام فولي افيك اي دوزيل او. مثلا عندنا كلمة لاكاي، اون لاكاي، لاكاي. وازو ميغراتور، نتكلم عن طائر مهاجر. وازو ميغراتور، طائر مهاجر، سمان أو السماني. ثم عندنا لا باغاي، لا باغاي. المقصود بها لو ديزوردر، المقصود بها الفوضى أو الاختلال. إذن لا باغاي. ثم عندنا لا باي، لا باي. طبعا نتكلم عن قشة، لا باي قشة التبن. إذا نتكلم عن قشة التبن أو نتكلم عن التبن، إذا نتكلم عن لا باي. ثم لا ماي، لا ماي. لا ماي كما نقول الحلقة
أو الثقب إلى غير ذلك. إذا نقول لا معي. ثم عندنا لا طاي إلى القامة أو الارتفاع أو طول شيء، ممكن أيضا تعني أكسيون أو مانيير دو طاي، أكسيون أو مانيير دو طاي. إذا نتكلم عن عملية أو طريقة التقطيع. أحيانا نتحدث عن لو طاير، أحيانا نتحدث عن لو طاير يعني الخياط. طبعا هنا عندما نقول لو طاير كما نقول القاطع الذي يقطع الثوب، إذا طبعا نحن نقول الخياط. إذا لو طاير، إذا منها فعل طي، إذا نتكلم عن أكسيون أو مانيير دو طي. ممكن أن كلمة طاي تعني أكسيون أو مانيير دو طي، إذا نتكلم عن عملية أو طريقة التقطيع إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن قامة، نتكلم عن طول شيء، نتكلم عن قامة شخص مثلا، أو نتكلم عن طول شيء، إذا نقول لا طاي. ثم عندنا لا فولاي، لا فولاي. طبعا كلمة لا فولاي المقصود بها الدواجن، نتكلم عن الطيور الأليفة، إذا نقول لا فولاي. Après nous prenons le troisième paragraphe. Je repère le dessin qui correspond à l'étiquette. Je repère le dessin qui correspond à l'étiquette. Je repère. طبعا عندنا le verbe repérer. هذا فعل علامة. Le dessin يعني الرسم. Le dessin الرسم. ومنها le verbe dessiner. ومنها فعل رسم. Qui correspond الذي يوافق. إذا نتكلم عن le verbe correspondre يعني وافقة. وفي معنى آخر يعني رسالة. نأخذ المعنى التي همنا هنا اللي هو وافق، كي كوريسبون الذي يوافق الاتيكيت، الذي يوافق الملصقة أو المربعات التي عليه كتابة كما عندنا هنا. نو برونو لا بروميير ايماج. اسكيل ديزين لي غاي او بيان النيفونتاي او بيان لا فولاي او بيان لا فولاي. الوغ هو الاتيكيت كي كوريسبون، اين هي الملصقة التي توافق. إذن هو الاتيكيت كي كوريسبون على لا بروميير ايماج. إذن ما هي الملصقة التي توافق الصورة الأولى؟ بيان سور سي الاتيكيت لا فولاي، لا فولاي. إذن عندنا الملصقة لا فولاي، الدواجن. أبخي هنا لا دوزيام ايماج كو ريبريزونتيل، كو ريبريزونت لا دوزيام ايماج هو الاتيكيت كي كوريسبون، أين هي الملصقة التي تناسب؟ روبيرونو ليتيكيت كي كوريسبون على دوزيام إيماج. إذن فلنعلم الملصقة التي توافق الصورة الثانية. ليتيكيت كي كوريسبون سي لي غاي، لي غاي. إذن هي الملصقة المتضمنة لي لي غاي، لي غاي. قضباني السكة الحديدية نسميها لي غاي. Après, on a la dernière image, la troisième image. Que représente-t-elle? Que représente-t-elle? Repérons-nous l'étiquette qui correspond. Idan fa nu'allim al-mulsaqa allati tunasib. C'est la dernière étiquette. Un éventail. Un éventail. Idan hiya akhir mulsaqa. Un éventail. Mirwaha kama naqul. Après, nous passons au quatrième paragraphe. Je lis les phrases suivantes et j'en construis d'autres. Avec, car et parce que. Je lis, أنا أقرأ, les phrases suivantes, الجمل التالية, et j'en construis. ثم أنا أبني منها. منها هي هاد أن. طبعا كما قلنا فيما سبق, c'est le verbe construire. C'est le verbe construire. هذا فعل بنى. Et j'en construis, أنا أبني منها, d'autres, يعني أخرى. المقصود هنا, d'autres phrases. جملا أخرى. Avec, car. طبعا سأبني هاد الجمل. Avec car, مع car, et parce que, ثم مع parce que, car, et parce que, المقصود بلأنه, لأنه, لأن, لأنها, إلى غير ذلك. سنفهم ذلك مع هاد الجمل. La grand-mère ne travaille pas. إذن الجدة, la grand-mère, الجدة, كما نقول الأم الكبيرة, ne travaille pas. لا تعمل. رأينا قبل قليل لو طرافاي العمل، هنا عندنا لو طرافاي با أنها لا تعمل. باغسكو لأنها، إذا لا غرومير نو طرافاي با، إذا الجدة لا تعمل. با
parce que لأنها أو لأنه elle est malade هي مريضة parce que لأنه elle هي est malade parce qu'elle est malade لأنها مريضة la grand-mère ne travaille pas parce qu'elle est malade إذا ننطق هكذا la grand-mère ne travaille pas الجدة لا تعمل parce qu'elle est malade لأنها مريضة parce que elle est malade لأنه هي مريضة إذا نقرأها parce qu'elle est malade لأنها مريضة ممكن نقول la grand-mère ne travaille pas الجدة لا تعمل car elle est malade بنفس الطريقة يعني هاد car كما قلنا وهاد parce que عندنا تقريبا تعني نفس المعنى la grand-mère ne travaille pas الجدة لا تعمل car elle est malade لأنها هي مريضة ثم عندنا chaperon rouge bois d'olor parce qu'elle a soif chaperon rouge إذا نتكلم عن ذات الرداء الأحمر بوا دولو طبعا عندنا هنا لو فيرب بواغ عندنا لو فيرب بواغ اقول جو بوا تي بوا إيل بوا إيل بوا كما عندنا هنا نو بيفون نحن نشرب فو بيفي انتم تشربون إيل بواف هم يشربون اذا كما قلنا الان شابيرون روج بوا دولو اذا شابيرون روج تشرب الماء باسكيل اسواف باسكيل اسواف لأنه عندها عطش لأنه عندها عطش كما تلاحظوا ال ا سواف إذا هاد ا هو افواغ باسكيل ا سواف هي عندها عطش طبعا سواف يعني عطش إذا كما تلاحظوا هنا عندنا افواغ هذا ستان فيرب علاش لأن ما جاش موراه فيها الآخر ما قلناش هنا باسكيل ا مونجي مثلا لأنها هي أكلت باسكيل ا مونجي كيلكو شوز لأن أكلت شيئا ما parce qu'elle a mangé mangé طبعا mangé هذا فعل parce qu'elle a mangé quelque chose لأن أكلت شيئا ما avoir في هذه الحالة غيتحول إلى auxiliaire غيتحول إلى مساعد لكن هنا عندنا parce qu'elle a soif لأنه عندها عطش إذا هاد avoir عندنا هنا c'est un verbe هذا فعل ما جاش مساعدنا لأنه ما تبعوش واحد الفعل آخر ثم عندنا chaperon rouge بوا دولو كار إل أسواف بنفس الطريقة إذن طبعا استعملنا في هذه الحالة كلمة كار شابيرون روج بوا دولو إذن شابيرون روج تشرب الماء كار إل أسواف لأنه هي عندها عطش إذن علينا أن نبني جملا أخرى مستعملين باسكو وبيا كار إذن استعمل هذه الكلمتين اللي تقريبا عندهم نفس المعنى نشير هنا إلى بعض الأخطاء التي يمكن أن تحدث مع كلمة باسكو طبعا كما تلاحظوا بان كلمه parce ثم عندنا que parce que اذا كما تنشوف بان الكلمتين مفصولتين هناك من يجمع بين هذه الكلمتين فيكتب مثلا parce que هذه الكلمه غير موجوده اصلا في اللغه الفرنسيه هذه الكلمه غير موجوده في اللغه الفرنسيه ثم هناك من يكتب par ثم se ثم que طبعا par سو كو كما نقول من هذا الذي كما نقول من الذي او من الشيء الذي او من الاشياء التي باغ سو من هذا كو الذي نقول مثلا جو سو ايطوني انا تفاجات باغ سو كو تي في انا تفاجات بالذي او بالشيء كو تي في الذي انت فعلت الذي انت فعلت إذن طبعا علينا أن لا نكتب الكتابة لأن لها معنى آخر إذا الكتابة الصحيحة هي التي عندنا هنا parce ثم que نقول مثلا je veux une aide parce que je trouve des mots difficiles أريد مساعدة parce que je trouve لأنني أجد des mots difficiles أجد كلمة صعبة je veux une aide je veux une aide parce que je trouve des mots difficile ممكن اقول هكذا او اقول je veux une aide car je trouve des mots difficiles car je trouve des mots difficiles لانني اجد كلمات صعبه نقول ايضا مثلا elle a reçu un prix parce qu'elle a été la première de la classe elle a reçu un prix parce qu'elle a été la première de la classe elle a reçu كما نقول انا توصلت كما نقول انا توصلت elle a reçu هي توصلت ان بري
كما نقول ثمن، لكن المقصود به هنا جائزة. Elle a reçu un prix. إذن هي توصلت بجائزة parce qu'elle a été لأنها كانت la première de la classe، الأولى في القسم. الأولى للقسم، المقصود الأولى في القسم. إذن نقول parce qu'elle a été la première de la classe. إذن نقول أيضا elle a reçu un prix. Elle a reçu un prix car elle a été la première de la classe. Car elle a été la première de la classe. لأنها كانت الأولى في القسم. نختار الكلمة التي تناسبنا. وكلتا الكلمتين كما قلنا لها تقريبا نفس المعنى. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.